السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. بدينا الحصة السابقة بالفصل الخامس الحركة الدائرية، شرحنا البند الأول الحركة الدورانية، تحدثنا فيه عن حالة خاصة الحركة الدائرية بسرعة ثابتة، سميناها الحركة الدائرية المنتظمة. شرحنا فيها قانون السرعة المماسية، التسارع المركزي، الزمن الدوري والقوة المركزية، وحلينا عليها سؤال. اليوم بدنا نكمل بهذا الفصل الخامس الحركة الدائرية، عندنا البند الثاني بعنوان الموضع الزاوي والإزاحة الزاوية. علشان أنا أفهم الموضع الزاوي ورمزه ثيتا، إحنا بالحركة الخطية كنا نأخذ موضع. إيش يعني موضع؟ يعني المكان الموجود فيه الجسم، تمام؟ كان عندي عند النقطة A أقول موضع الجسم عند النقطة A، ثم انتقل إلى النقطة B، فموضع الجسم أصبح عند النقطة B. هلأ كونه بتحرك الجسم بحركة دائرية، الموضع بده يصير اسمه موضع زاوي. موضع زاوي وأرمز له بالرمز ثيتا. طب كمان مرة، الموضع الزاوي بدي أرمز له بالرمز ثيتا، بمثل مكان الجسم لكن ضفنا له زاوي كونه بتحرك بحركة دائرية. فخلينا نفترض أنه في عندي هان أنا قرص مرن قابل للدوران حول محوره، وهذا المحور O، تمام؟ وبدور عكس عقارب الساعة. خلينا أفترض أنه هذا القرص بدور عكس عقارب الساعة، فبالتالي أنا إجيت أخذت نقطة على هذا القرص، نقطة، تمام؟ هذه النقطة تبعد مسافة R عن مركز القرص، تبعد مسافة R عن مركز القرص. فبالتالي في البداية كان الموضع الزاوي لهذه النقطة، خليني أسميه I، خليني أسميه I، أو خليني أسميه خلينا نسميه I أو ثيتا I، مش مشكلة. خلينا أسميه initially كان عند هاي النقطة، تمام؟ أو خلينا أسميها A، خلينا أسمي هذه النقطة A. إذن في البداية كان عند النقطة A، وبعد فترة بعد ما دار على سبيل المثال، خلينا أخذ هنا الموضع النهائي عند B، تمام؟ إذن انتقل من النقطة A إلى النقطة B، بالتالي تكون عندي قوس، هذا القوس خليني أسميه S، تمام؟ S بتمثل طول القوس، تمام؟ وعندي R اللي هي البعد عن محور الدوران، وهاي ثيتا اللي نتجت نتيجة انتقاله من النقطة A للنقطة B، تمام؟ إذا أصبح عندي يا أستاذ بهذا الشكل. هلأ هذه ثيتا، تمام، بتمثل الإزاحة الزاوية. ليش أستاذ؟ لأنه كان عند الإزاحة الزاوية A وبعدين انتقل لبي، اطرحن من بعض بعطيني الجواب ثيتا لو بمثل الإزاحة الزاوية، أو أحيانا نرمز له بالرمز دلتا ثيتا. فبالتالي هذه ثيتا، لو أنا بدي أكتب قانون بالحركة الدائرية، كنا نكتب يا أستاذي محيط الدائرة، شو بكينا نكتبه؟ 2 باي R، صح ولا لا؟ هلأ هنا أنا بديش أخذ المحيط جميعه، بدي أخذ جزء من الدائرة اللي هو بدي أسميه S. 2 باي بكينا نكتبها لأنه بدور دورة كاملة. هلأ ما بأخذها 2 باي، بكتبها ثيتا، بيعتمد على الزاوية اللي بدورها، وبالتالي R بدها تكون اللي البعد عن المركز أو عن محور الدوران. فبالتالي على R بقدر أنا أستنتج قانون هذه الزاوية ثيتا تساوي S اللي هو طول القوس على نصف القطر اللي هو R. إذا أصبح عندي أنا واضح الموضع الزاوي بقصد فيه هو المكان الموجود فيه النقطة اللي بتدور. فبالتالي كانت عند موضع زاوي ابتدائي I، بعد ذلك دارت وصلت عند النقطة B، فبسمي هذا موضع زاوي نهائي. وأنا قدرت أحسب هذه ثيتا اللي بتربط ما بين البعد وطول القوس. طيب خلينا نفترض يا أستاذي إنه في عندي جسم، إنه في عندي نقطة، لكن بديش أخذ الموضع الزاوي الابتدائي صفر. هنا أخذناه على نفس المرجع، تمام؟ هنا أخذناه على نفس المرجع. خلينا نفترض إنه كان موجود في البداية عند إنيشيالي كان عند النقطة A. خلينا نفترض انه في جسم، وبالتالي هذه الزاويه بدي اسميها ثيتا اي. اذا الموضع الزاوي الابتدائي كان عند النقطه، وخلينا افترض انها دارت تمام بهذا الشكل، ووصلت، وبدي اخذ الموضع الزاوي النهائي عند النقطه بي. فبالتالي بدي يتكون عندي كوس، تمام، هاي ثيتا اي، وهذا القوس الثاني اللي هو ثيتا F، تمام؟ إذن ثيتا I بهاي الحالة، ثيتا I الموضع الزاوي الابتدائي
الابتدائي، وثيتا اف بدها تمثل الموضع الزاوي النهائي. وهذا طول القوس اللي هو تشكل اس. فبالتالي يا استاذي هذه لو سميناها عند ثيتا اي، خليني هذه اسميها ثيتا افضل لانها موضع ثيتا اي، وهذه لانها موضع ثيتا اف. ثيتا اي عند اي تمام، واخذناها على المرجع، هي ثيتا اي وهي ثيتا اف، وخليني هذه اعتبرها كانت صفر لان انا ما اخذها بالضبط على المرجع. فبالتالي نتج عندي ثيتا اللي هي عبارة عن ثيتا اف ناقص ثيتا اي اللي هي بتساوي ثيتا. اذا اصبح عندي الموضع الزاوي الابتدائي ثيتا، الموضع الزاوي النهائي ثيتا اف، الازاحة الزاوية اللي انا بدي ارمز لها بالرمز دلتا ثيتا تمام، اللي شو بدها تساوي؟ الموضع الزاوي النهائي ناقص الموضع الزاوي الابتدائي. نفس ما كنا ندرس بالصف العاشر، كان في عندي إزاحة، كان قانون الإزاحة الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي. لكن هون كونه بتحرك بحركة دائرية بدها تصير الموضع الزاوي النهائي ناقص الموضع الزاوي الابتدائي تمام. فبالتالي هان لو بدك الطول، هاي ثيتا إنيشال وهي ثيتا فاينال. فبالتالي هاي اللي بالأخضر هي عبارة عن دلتا ثيتا، اللي بالأخضر عبارة عن دلتا ثيتا اللي بتمثل اللي هي الموضع الزاوي النهائي ناقص الموضع الزاوي الابتدائي، أو ما يسمى بالإزاحة الزاوية تمام. إذا أصبح عندي واضح هاي اللي بالأخضر اللي هي دلتا ثيتا تمام. إذا دلتا ثيتا أو ثيتا، هون أنا قصدت فيهم الإزاحة الزاوية تمام، وثيتا إنيشال وثيتا فاينل قصدت فيهم موضع ابتدائي وموضع نهائي، والإزاحة الزاوية بتمثل عن التغير في التغير بين موضعين اللي هي الإزاحة الزاوية النهائية ناقص الإزاحة الزاوية الابتدائية. هلا مهم جدا نعرف يا أستاذي إنه ثيتا تقاس بوحدة الراديان تمام، تقاس بوحدة راديان، واختصارا بكتبوها راد تمام. هلا احنا بنعرف يا استاذ بالحركة الدائرية انه الواحد دورة 1 revolution دورة بتكافئها 2 باي في الراديان في الراد، وتكافئها بالدرجات 360 درجة. مش هذا بنعرف؟ نعرف يا استاذ انه الدورة 360 درجة، بالراديان 2 باي، وان ريفوليوشن اللي هي دورة. فبالتالي يا أستاذي أنا بهمني أقيسها بالراديان، يعني على سبيل المثال أعطاني زاوية بالدرجات بلزمني أحولها لراديان. على سبيل المثال سؤال، حول 30 درجة إلى راديان، فأنت بتيجي بتكتب العلاقة ما بين الدرجات والراديان. هاي دورة ريفوليوشن دورة، هاي راديان وهاي درجات. إذن هذه العلاقة ممنوع تنساها، محرم إنك تنساها، هذه مهمة جدا. فبالتالي قال لي حول 30 درجة إلى راديان، فبشوف أنا العلاقة اللي بتربط الدرجات مع الراديان، بقول 2 باي يساوي 360 درجة. معطيني 30 درجة الدرجات، بحطين تحت الدرجات، 30 تحت 360 يساوي مطلوب كم تكافئ بالراديان، هذه مجهولة. وبضرب ضرب تبادلي، بقول 360 ضرب x في x اللي هي مجهولة، أو خلينا نسميها ثيتا بالراديان اللي هي مجهولة، هاي ثيتا بالراد مجهولة، يساوي 30 في 2 باي، 30 في 2 باي. بعدين أنت بتجي بتقول على 360 على 360، فبتختصر 360 مع 360، بتختصر 2 في 30 60 2، فبضل عندي ثيتا بالراديان تساوي 30 في 2 60 على 360 مضروبة في باي، وباي لي 3.14، فبتختصر 0 مع 0 6 على 36 سدس، بتطلع باي على 6 ثيتا بالراد تساوي باي على 6 راديان. إذا قدرت أحول أنا من درجات إلى راديان، جيت كتبت العلاقة ببساطة، قلت كل 2 باي بالراديان، كل 2 باي بعطيني بالراديان، بعطيني 360 بالدرجات. طب أنا عندي 30 درجة، بحط الدرجات تحت الدرجات، هي 360 حطيت تحتها 30 درجة، الراديان مجهول، بحط ثيتا بالراديان مجهول،
اللي أنا بدي أحسبه، وبضرب ظرف تبادلي وبخلي ثيتا بالريديان لحالة. أو فيك أنت يا أستاذي تستنتج علاقة ما بين التحويل لقياس، تقدر أنت مباشرة بتكون لقياس الزاوية تمام بالريديان، أعطاني إياها بالدرجات، بدي أحولها لريديان، بتكون تساوي القانون باي على 180 في قياس الزاوية بالدرجات، في قياس الزاوية بالدرجات. لو نفس ما اشتغلنا هان، بس هو مباشرة قسم على 2 باي، اختصر 2 مع 360 ظل فيها 180، وهاي باي وهاي قياس الزاوية بالدرجات، وهذا بعطيني قياس الزاوية بالريديان. تمام؟ إذن هذا قانون مباشرة، أعطاك زاوية، بده زاوية بالريديان، بتقول باي على 180 ضرب 30 بيطلع عندك باي على 6. تمام؟ فهذا قانون مباشرة بحول من الريديان إلى، من الدرجات إلى الريديان. أو أنت بتيجي على هالقانون خلص، واحد دورة بعطيني 2 باي ريديان و360 درجة. طلب أحول من ريديان لدرجات بستخدم، طلب أحول من دورة لريديان، من دورة لدرجات، شو ما بطلب؟ أنا عندي هي العلاقة اللي بتربط ما بيناتهم جميعهم. أخيرة هامة، الموضع الزاوي، لما أنا باجي بحل الموضع الزاوي بعوض موجب، بكون موجب إذا كان الدوران، إذا الدوران كان دوران عكس عقارب الساعة، عقارب الساعة هذه ما بدي أنساها، والموضع الزاوي الزاوي بكون سالب تمام إذا كان الدوران مع عقارب الساعة. تمام، هذه بتفيدني بالحل. ننتقل لحل سؤال معطيني، جلس أحمد وصديق رامي في المقعد A في لعبة الملاهي الدولاب. خلينا نفترض إنه في عنا هنا دولاب تمام، وهذا المقعد، وبنعرف إحنا الدولاب بدور حول نفسه، أي حول محور ثابت، ومعطيني قطره 12 متر، يعني نصف القطر R، خلينا نسجل المعطيات، 6 متر اللي هي القطر 12، نص 12 اللي بعطيني نص القطر اللي هو 6، وتدور بسرعة ثابتة، معطين السرعة اللي بتدور فيها، احسب الزمن الدوري. تمام، شرحنا بالحصة السابقة الزمن الدوري قانونه كان عندي، إذا أعطاني نصف القطر والسرعة بستخدم القانون 2 باي R على V، ويساوي 2 باي تمام R، معطيني إياها 6، و V اللي هي 3.14، هاي بتختصر 3.14 مع الباي لأنه باي 3.14، بضل عندي 2 في 6 بطلع عندي 12 ثانية الزمن الدوري. ايش يعني الزمن الدوري؟ يعني الزمن اللازم لإكمال دورة واحدة، الزمن اللازم حتى يدور الدولاب دورة واحدة بطلع عندي 12، الزمن اللازم لإكمال دورة واحدة، دورة واحدة يعني لو بدأ لو فرضنا هذه النقطة ايه، علشان يدوروا دورة كاملة ويرجعوا لنفس النقطة اللي كديش بدهم وقت؟ اللي هو 12 ثانية. إذن هذا الزمن اللازم لإكمال دورة واحدة. المطلوب الثاني، ما طول القوس، اثنين، ما طول القوس، ما طول القوس الذي تحركه المقعد، الذي تحركه المقعد خلال 3 ثواني، 3 ثواني. فرضنا إنهم بدأوا من هان تمام؟ بدأ الحركة من عند النقطة، قلنا عشان يكمل دورة واحدة بده 12 ثانية. طب بقول خلال 3 ثواني، خلال 3 ثواني كديش قطع؟ بلاحظ يا أستاذي إنه خلال 3 ثواني، بستنتج يا أستاذي إنه خلال 3 ثواني بكون قطع فقط ربع دورة، مشيت الدورة الكاملة 4/4، الدورة الكاملة 4، قطعها الدورة كاملة في 12. طب خلال 3 ثواني باجي بقول 3 تقسيم 12 كديش بطلع عندي قاطع ربع دورة. إذا في الدورة، في الربع الأول أخذت معاه 3 ثانية، والربع اللي بعديه 3 ثانية، والربع اللي بعديه 3 ثانية، والربع اللي بعديه 3 ثانية، مجموعهن بطلع عندي 12 ثانية. إذا ما طول القوس الذي تحركه المقعد؟ فبلاحظ إنه خلال، نلاحظ أنه خلال 3 ثواني، 3 ثواني يكون قد قطع، باجي بقول قد قطع اللي هي 3 ثواني على الزمن الدوري 12 ربع دورة، ربع دورة، يعني انتقل من هاي النقطة، من هاي النقطة لهاي النقطة اللي هي بي، يعني الزاوية ثيتا اللي عملها، الزاوية ثيتا اللي عملها
هاي كديش مقدارها 90، هو طالب طول القوس. هلا اف ثيتا اشتقينا قانون بعطي كان اس على ار، صح؟ ثيتا كان اس على ار، هاي على واحد لو ضربنا ضرب تبادلي بطلع عندي قانون اس تساوي ثيتا تمام في ار، ثيتا بالراديان طبعا بالراديان. هلا هو معطيني كديش ثيتا انا اللي عندي انتقل من A ل B ل 90 درجة، صح ولا لا؟ 90 درجة. بس لما انا بدي احولها للراديان اتفقنا قبل شوي بضربها في باي وبقسمها على 180 عشان احولها انا ايش من درجات لراديان، لانه لما انتقل من A ل B قطع ربع دورة، يعني الزاوية اللي سواها هاي ثيتا 90، فطول القوس هذا يساوي ثيتا في ار اي 90 درجة بدي احولها للراديان بضربها في باي وبقسمها على 180 زي ما شرحنا قبل شوي. في نصف القطر قديش نصف القطر اللي عندي؟ 6 متر. فانت لو جيت حسبتها هذه بتطلع معاك طول القوس اس يساوي 9.42 متر، تمام؟ اذا هيك بكون انا حصلت على طول القوس اللي قطعه خلال، او بنفس الطريقة احتمال واحد يجي يقول طول القوس، طول القوس اللوتي يساوي ربع محيط الدائرة، لأنه قطع ربع دائرة، فبيجي بضرب لي واحد ربع محيط الدائرة، إيش قانون؟ 2 باي في نصف القطر آر اللوتي كديش؟ 6. لو حسبت هذا بتطلع معاك 9.42 متر، نفس الشيء هاي فيها نص، تمام؟ فهيك بكون أنا حسبت طول القوس، تمام. المطلوب الثالث طالب مني ما موضع الزاوي لأحمد ورامي بعد 3 ثواني. هلا الموضع الزاوي أي ثيتا بعد 3 ثواني عندي النقطة B، كديش الموضع الزاوي اللي إلهم؟ اللي هو عبارة عن باي على 2، باي على 2 اللي هو بالراديان، أو بتكتب له أنت 90 درجة، تمام؟ اللي هي الزاوية هذه، تمام؟ يعني ثيتا عند إيه؟ ثيتا عند A كانت تساوي 0، ثيتا عند B تساوي باي على 2 وتساوي 90 درجة. المطلوب الرابع طالب مني ملء إزاحة الزاوية لمقعد أحمد ورامي، فأنا بقول إزاحة الزاوية دلتا ثيتا يساوي ثيتا فاينل ناقص ثيتا إنيشال، في البداية كان عند قصد النهاية عند B اللي تي باي على 2 ناقص 0، فبالتالي بيطلع عندنا باي على 2 بالراديان أو اللي هي تي 90 بالدرجات. كمان مرة الإزاحة الزاوية اللي هي بتمثل هاي الإزاحة الزاوية دلتا ثيتا، ثيتا إنيشال 0، ثيتا فاينل باي على 2 أو 90، فبالتالي بتطلع عندي قيمة ثيتا ودلتا ثيتا بتمثل باي على 2، تمام؟ هذا اللي عندنا. أو أنت بتيجي بتقول بتقدر تحلها بطريقة ثانية، تقول دلتا ثيتا الإزاحة الزاوية اللي هي إس القوس على نصف القطر، أو سميناها ثيتا أو دلتا ثيتا، إس القوس اللي هو ربع محيط الدائرة 2 باي آر على نصف القطر 6، لو حسبتها بطلع معاك باي على 2 أو 90 درجة. طالب مني ما العلاقة بين سرعة الجسم في، سرعة الجسم في، إيش العلاقة بين سرعة الجسم في في والزاوية التي دارها المقعد بالتقدير الدائر اللي هو راديان، تمام؟ العلاقة بين السرعة، أنا بعرف إن السرعة كانت عندي مسافة على زمن أو إزاحة على زمن، لكن هنا أنا عندي طول القوس S على الزمن T ويساوي طول القوس ثيتا في R الزمن T، ثيتا بالراديان عبارة عن كديش عندي أنا؟ باي على 2، تمام؟ نصف القطر 6، الزمن عندي 3، تمام؟ فستة على 3، ستة على 3 كديش فيها؟ بتطلع فيها 2، صح؟ ستة على 3 2، وفي نص بتروح، بضل عندي باي، إذا بتطلع باي متر لكل ثانية. قيمة هذا من خلال هذا العلاقة بقدر أجيب أنا السرعة مع الزاوية اللي دارها الجسم بالتقدير الدائري. الله يعطيكم العافية، بنكمل في حصة أخرى. الحصة الجاية بنتحدث عن السرعة الزاوية والسرعة بشكل أفضل من هيك، ونفصلها بشكل أفضل من هيك. إذا كان عندنا الحصة لهذا اليوم عن الإزاحة الزاوية والموضع الزاوي بالحركة الدائري، شكرا لكم.